السلام عليكم، معكم حسن من قناة إكستكي. قبل فترة تكلمت لكم عن جهاز، أول جهاز من نوكيا بنظام الأندرويد. الحين نوكيا شرتها شركة HMD Global، كانت تنزل تلفونات الأندرويد بشكل أقوى، وهنا عندنا أول تلفون نزلوا عندنا بالشرق الأوسط، تلفون نوكيا 3. إنزين، في هالفيديو هذا راح أبلش بطريقة مختلفة شوي. التلفون هذا سعره حاليا 40 دينار تقريبا، 500 درهم اماراتي. راح احاول اشرح لكم ليش يسوى السعر هذا وليش ما يسوى السعر. بالبداية نتكلم ليش يسوى السعر هذا. اول شيء نتكلم عن التصميم. التصميم بالنسبة لي انا احس تصميم ممتاز، يعني الاطراف معدنية بالورا، صدقنا بلاستيك لكن بلاستيك قوي، وبالنسبة حق جودة التصنيع فجودة التصنيع ممتازة، ما تسمع أي صوت من الجهاز لما تتحرك أو تستخدمه، تحس إن الجهاز قوي في إيدك. الميزة الثانية هو النظام. النظام لما تستخدمه تحس إن النظام خفيف، ما في عندك أي إضافات، ما في عندك برامج إضافية حاطينها الشركة فيها التلفون. تأخذه تقريبا كأنك ماخذ جهاز جوجل بيكسل، برامج جوجل الأساسية، وما في عندك برامج إضافية تقدر أنت تضبط فيه كثر ما تبي. الشغلة الثالثة بالنسبة للسعر، فأداء الكاميرتين، الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية، أنا أشوف أنه ممتاز بالنسبة حق السعر. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية أيضا 8 ميجا بكسل، وتصوير الفيديو عندنا 720p. الشغلة الرابعة اللي أشوفها زينة، الجهاز يدعم شريحتين وبطاقة ذاكرة خارجية. بالنسبة حق الشاشة فهي 720p مو في الأجيال، لكن أنا أشوفها من نقاط القوة بالنسبة حق التلفون، يعني ما أعتبر نقاط ضعف، لأن أعتبرها الشاشة جيدة جدا. وحتى بالنسبة حق مستويات الإضاءة، فحسنا مستويات الإضاءة أيضا جيدة بالنسبة حق الاستخدام. أيضا من الشغلات الجيدة أن التلفون يعمل على نظام أندرويد 7 نوكا. بالنسبة لي أنا هذه كانت نقاط القوة. أيضا في بعض الناس يقولون أن اسم نوكيا يعتبر نقطة قوة، بالنسبة لي أنا ما أعتبر نقطة قوة، خصوصا أنه يعني الحين هم قاعد يبنون على الاسم أكثر من الجهاز نفسه، يعني الجهاز مواصفاته قليلة بالنسبة حق السعر، لكن حاطين لك الاسم وراء اسم نوكيا، المفروض يعني يحاولون يسوونه أو يحاولون يخلون الاسم يسوق نفسه. الحين خلني بالنسبة حق العيوب أو بالنسبة حق الشغلات اللي تخليك ما تشتري هالتلفون هذا بالسعر اللي قلت لكم عنه. رقم واحد، المواصفات. هني عندنا معالج من ميديا تك، معالج 6737، معالج ما يعتبر من الفئة القوية، يعتبر من الفئة القليلة، أقل من المتوسط. وأيضا عندنا 2 جيجا بايت رام، يعتبر شيء عادي أو شيء قليل جدا. وأيضا عندنا شاشة 720p مو في الاتش دي. هذا غير أن البطارية حجمها صغير، 2630 ملي أمبير، وما تعتبر بطارية قوية. يعني أنا توقعت أن المواصفات قليلة تكون البطارية أداها قوي، لكن للأسف هذا غير صحيح. البطارية أداها ضعيف، وقت الشاشة تقريبا 3 ساعات إلى 4 ساعات إذا كنت أنت استخدام قليل بالنسبة حق التليفون. ذاكرة داخلية ممكن تقول أنه عيب ومو عيب، يعني هي ميزة لأن في عندنا مدخل ذاكرة خارجية، وهي عيب لأن الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت فقط. أيضا من العيوب السماعة الموجودة في الأسفل هني. أول شيء طبعا ممكن السماعة غلط، يعني أنا ما أحب السماعات اللي تكون على يسار التلفون، أحب تكون على اليمين، على أساس لما أستخدم الجهاز ما أغطي السماعة، خصوصا أن عندنا هني سماعة واحدة، وأيضا صوتها ما يعتبر عالي. انزين، في شغله ما ادري هل اعتبرها ميزه ولا عيب بالنسبه حق فتح الصندوق او فتح صندوق التلفون. ما في عندنا اكسسوارات اضافيه. اي نعم، في عندنا سماعه، يعني هذا شيء زين حطونا سماعه. في شركات ثانيه اجهزتهم اغلى من كذي وما قاعد يحطون سماعه بالعلبه، هني حاطين سماعه، لكن كنت متوقع مثلا حمايه للشاشه وكفر نفس باقي التلفونات الصينيه خلينا نقول، او التلفونات اللي تكون سعرها مقارب لسعر التلفون هذا. انزين، الحين انا تكلمت عن نقاط القوه وقلت الكاميرتين 8 ميجا بكسل اثنينهم f2.0، فهل أدائهم جيد مثل ما قلت أنا؟ خلينا نشوف الأصور الفيديوهات اللي صورتهم بالكاميرتين. هذا اختبار الفيديو للكاميرا الأمامية في تلفون نوكيا 3.
انزين ممكن تسألوني سؤال، انت قلت ان المواصفات ضعيفة لكن عندنا هني نسخة اندرويد قريبة من اندرويد الخام، يمكن حتى تعتبر الاقرب لاندرويد الخام، هل الاداء سريع او الاداء بطيء؟ اقدر اقول لكم هني للاسف الاداء غير جيد، خصوصا للاستخدام اليومي او الاستخدام كتلفون اساسي، راح تحسون بالبطء، راح تحسون بالتهنيك، راح تحسون ان في برامج ما راح تشتغل معاكم، في برامج تشتغل بس ما تعمل بالطريقه المضبوطه. اتوقع ان نوكيا تحتاج تضبط او اتش ام دي جلوبال يحتاجون يضبطون زياده ما بين الهاردوير والسوفتوير على اساس يضبطون تجربه المستخدم هني. انا شايف تلفونات بمواصفات اقل وتعمل بطريقه افضل من الجهاز هذا هني. واحد من العيوب ايضا الازرار الموجوده في الاسفل، صحيح ان جيد ان الازرار موجوده في اسفل الجهاز مو موجوده من ضمن الشاشه، خصوصا ان في عندنا مكان كبير في الاسفل، فزين ان حطوا الازرار الموجوده في الاسفل هني، لكن العيب ان الازرار هذه ما فيهم اضاءه، يعني في بعض الاحيان ما تشوف مكان الزر، لازم تحاول تدور شوي. ايضا من العيوب ما في عندنا لمبه تنبيهات بالنسبه حق التلفون، من جدا في عندنا مجال لكن ما في عندنا لمبه للتنبيهات، وايضا ما في عندنا امبيانت ديسبلاي اللي هو لما تكون طافي الشاشه عندك اي تنبيه يطلع لك على الشاشه بطريقه خلينا نقول منخفضه، ما تصرف عندك بطاريه وايد، هذا كله موجود هنا. فالحين بالنهايه بعد اللي قلته هذا، هل التلفون يسوى انكم تشترونه ولا لا؟ بالنسبه لي انا بالسعر هذا في عندنا اختيارات ثانيه بالسوق، في عندنا اختيارات من سامسونج، في عندنا اختيارات من هواوي، في عندنا اختيارات من شاومي، يعني في عندنا اختيارات خصوصا حق فئه السعر هذه، وفي عندنا اختيارات اذا تبون تطلبون جهاز من الصين ايضا، في عندنا اختيارات وايد. فبالنسبه لي انا احس السعر شوي يعني زايد بالنسبه حق التلفون، اذا يبون ان التلفون يسوى السعر هذا مفروض يقدمون تحديثات بالنظام تضبط لي بالنسبه حق الاداء، يعني اذا كان الاداء جيد جدا وايضا صرف البطاريه جيد جدا بالنسبه حق التلفون، فانا ما عندي مشكله اقول لكم ان السعر جيد جدا بالنسبه حق التلفون هذا. اذا عجبكم طبعا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، يعطيكم العافيه.